أحمد. نديم صباغ عم بيسدد الكرة لكن الحارس عب كرة علي بشماني ينطلق بمواجهة أحمد الرجب. علي بشماني يحاول الاختراق. علي بشماني يخترق يلعب الكرة داخل المنطقة خطيرة جدا يا مرتدة. عمر ريحاوي يلعب الكرة بشكل طويل باتجاه كامل كوي لكن النعسان يتصدى للكرة خطيرة جدا كاد ينطلق بالهجمة المرتدة. نديم الصباغ يغير الاتجاه باتجاه مالطا خطيرة جدا داخل المنطقة. محمد مالطا يلعب إلى عمر الخطير يلعب الكرة داخل المنطقة تبعد زكريا العمري عم يسدد كرة لكن تصطدم أحمد الدالي بيسدد بجانب المرمى. ركلة حرة مباشرة لمصلحة فريقنا. الصباغ عم بيسدد كرة لكن النعسان يتصدى ما زالت في الخطر تلعب الكرة لكن تخرج إلى ركلة مرمى. عمر يحاوي يلعب الكرة باتجاه الكابيتانو عم يلعب الكرة خطيرة جدا لمصلحة فريقنا لكن تمر. محمد مالطا يجلب الكرة برافو يا مالطا ينطلق يحاول المرور يلعب الكرة داخل المنطقة. باسل مصطفى الكابيتانو عم يسدد الكرة يا سلام جول 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 الكابيتانو يسجل أغلى الأهداف يا سلام على الكابيتانو نديم يساري الصاروخية ينجع بتسجيل الهدف الأول لمصلحة فريق تشرين. يا سلام يا أبو أحمد يا سلام يسجل الهدف الأول لمصلحة فريق تشرين جول جول جول. الصباغ بيسارية لا تصد ولا ترد وبالاختصاص بمرمى النعسان يسجل أغلى الأهداف. ينجح إذا نديم الصباغ بتسجيل الهدف الأول لمصلحة فريق تشرين. المدنية ينجح بالخروج للكرة بشكل جيد. تلعب الكرة داخل المنطقة مقطوعة من يوسف الحموي. ترجع الكرة الواكد عليش خطير جدا لكن المدنية يتصدى للكرة. المدنية حاضر بقوة هو الحارس الأفضل حاضر دائما لكل الكرات. عمر يحاول إلى كامل كواية يمرر إلى محمد مالطا ينطلق الخطير يحاول محمد مالطا يلعب الكرة داخل المنطقة خطيرة جدا باسل مصطفى لكن القائم علي بشماني جول 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 علي بشماني يضرب ولا يبالي البشماني جول 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 هدف ثاني يسجلون يتقدمون ويعودون لأن العودة جزء من شعارهم يعودون أمام جماهيرهم أمام عشاقهم ومحبينهم. إذن بشماني يسجل الهدف الثاني لفريق تشرين. كرة عند علي بشماني ينطلق علي الخطير علي بشماني يلعب الكرة داخل المنطقة خطيرة جدا محمد مالطا يا مالطا علي بشماني يحاول الاختراق يحاول المرور يلعب الكرة باتجاه الكابيتانو داخل المنطقة كامل كواية باسل مصطفى إلى زكريا محمد مالطا خطيرة جدا محمد مالطا جول 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 السهم الأشقر يسجل الهدف الثالث لفريقنا السهم الأشقر يضرب في ملعب الباسل جول 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 محمد مالطا بعدما باصم بقوة بالهدفين الأول والثاني يبصم ويسجل الهدف الثالث لفريقنا السهم يضرب
السهم يسجل. يا إلهي يا محمد مالطا. إذن الهدف الثالث لفريقنا. يرجع محمد مالطا. محمد مالطا إلى الكابيتانو. الكابيتانو إلى علي بشماني. البشماني يحاول المرور. علي بشماني عم يسدد كرة لكن النعسان حاضر للكرة. يلعب إلى نديم. نديم من لمسة واحدة إلى نصوح. النكدلي يمرر إلى محمد مالطا. ترجع عند الكابيتانو. مالطا مرة أخرى. محمد مالطا عم بيسدد كرة لكن فوق المرمى. الدالي إلى الخلف. يوسف الحموي. الحموي إلى حسن. حسن يلعب الكرة باتجاه نديم الصباغ. لا وجود لأوفسايد. نديم خطير جدا. نديم الصباغ داخل المنطقة لكن الكرة تمر. زكريا العمري ينطلق. ينطلق إذن للتو